تقول هذا المشروع ثمرة واحد من أبناء المدينة، وكان مهمته الأساسية أنه يخلق فرص عمل للشباب اللي هون، وإحنا حاليا عندنا طاقة من العمال بتراوح ما بين 15 عمال رسميين 15، ويعود في حالاتهم اللي يتجاوز العدد. ومشروع هذا لأنه ينتج ويعود في صالح الساكنة. هو اللي ينتج شنو؟ اللي ينتج شنو المشروع؟ هذا شجرة ينقالها شجرة المورينجا. ايوه. ومنشأها في الهند. ونتائج الأبحاث اللي عدلت عنها كاملة، لأنها تقي من 300 مرض. ولأنها مكمل غذائي. غنية بالمعادن، الأملاح، الكالسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، والزنك، والحديد. وفيها نسبة عالية من البروتين في حبها وفي ورقها. نسبة الكالسيوم في 100 جرام منها في الورقة تتجاوز 3334 ميلي جرام. ونسبة الحديد في حبها تلحق 40 ميلي جرام في 100 جرام. هو المشروع من معدلوه؟ رجل الأعمال اللي معدلوا منه؟ أحمد ولي الطالب أحمد. أحمد ولي الطالب أحمد. وإحنا حالا عندنا 7000 شجرة قامت اللي عندكم تكملة ثانية لهذا المشروع. والهدف عندنا أنه خلال هاي السنة تعود 20,000 شجرة. عندنا آلات حديثة، شبكة ري متطورة، ومكاين 6 مكاين. عندنا آبار تم تعميقها بواسطة حفار موجود لدار رجل الأعمال اللي هو موجود الحفار حالا. وعاد الماء ماشي 24 ساعة على المشروع. بالتالي توفرت المياه، والشبكة مالي شبكة مثلا مضبوطة. دور شوفوا هذاك الطريقة اللي يتم بها رجل الأشجار. راجعين على أنه يحقق الأهداف المأمولة منه، ويتجاوب مع متطلبات الساكنة، ويشجع مالي على التطور الزراعة، لأن هي المستفيدة منها الطبقة الهشة كاملة. إحنا مستهدفين الطبقة الهشة. هذا ما هو مثلا جاي اعتباطي، هذا جماعة تختار تعود قدمت لمجتمعها هذا المشروع اللي جاك ينتجه من خلال الناس اللي تجبر وظائف. إحنا حالا عندنا 15 عامل. واضح.